تمام العاشرة، موجز لأهم الأنباء من قناة الجزائر الدولية الإخبارية. تختتم اليوم بولاية وهران غرب الجزائر أعمال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا. بحث المشاركون على مدار 3 أيام هذه الندوة التي عرفت مشاركة مسؤولين رفيعين في الاتحاد الأفريقي عديد القضايا والمسائل المتعلقة بالأمن والسلم والتنمية. وستختتم الندوة بجلسة يترأسها وزير الخارجية الإثيوبي رئيس مجلس السلم والأمن الأفريقي، وسيتم خلالها مناقشة بنود البيان الختامي على أن يتلو وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في ندوة صحفية توصيات ومخرجات الندوة رفيعة المستوى للسلم والأمن في إفريقيا. قال وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة إن كل خطوة تخطوها السلطات المغربية ضمن تحالفها العسكري مع الكيان الصهيوني تبعدها كثيراً عن الجزائر وشعبها. وقال العمامرة في تصريح صحفي على هامش أعمال الندوة الثامنة رفيعة المستوى حول السلم والأمن التي ينظمها الاتحاد الأفريقي بوهران، قال إن السلطات المغربية بتحالفها مع الكيان الصهيوني تساهم في تصاعد غير مسبوق للهيمنة الصهيونية على المنطقة. وصلت إلى مدينة غاو أو إلى مدينة غاو المالية المساعدات الجزائرية الإنسانية المقدرة بنحو 50 طنا من المواد خاصة الغذائية منها. وتم نقل الشحنات عبر طائرات للجيش الجزائري من مطار بوفاريك العسكري نحو مطار غاو بمالي. بالموازاة تم تسليم شحنات مساعدات أخرى إلى الشعب المالي بمطار العاصمة باماكو، وتشمل إضافة إلى المواد الغذائية لقاحات ضد كوفيد-19. وتندرج هذه العملية في إطار تعزيز أواصر التضامن والأخوة بين الجزائر ومالي. طبقا لتعليمات قيادة الجيش الوطني الشعبي، لقد تم عن طريق طائرتين حمل ما يقارب 50 طن مساعدات إنسانية من الجزائر إلى الشعب المالي الشقيق، وهذا يثبت مداومة وثواب الجيش الوطني الشعبي عن طريق قيادته وشعبه الشعب الجزائري مساندة الشعب المالي الدائم والمستمر إن شاء الله. اليوم احنا نقف وقفة تضامنية مع الشعب المالي، وهذا نظرا للعمل الأخوي اللي هو مبرمج بين البلدين، أو نذكر بصفة عامة الشريط الحدودي اللي هو يشمل عدة مدن. نتبرع بهذه الكمية اللي تقدر بتقريبا 50 طن من مواد غذائية مختلفة، والحمد لله الهلال الأحمر الجزائري متواجد في كل المناسبات تبعا للتعليمات الصارمة من طرف هيئة الهلال الأحمر الجزائري. أعلن على موقع مجلس الأمن الدولي رفع حظر السفر عن أرملة الزعيم الليبي السابق معمر القذافي واثنين من أبنائه في خطوة إنسانية استثنائية. وجاء في البيان يسري إلغاء قيود السفر على زوجة القذافي السابقة صفية فركش وابنته عائشة القذافي وأخيها محمد القذافي الأكبر، حيث كان الثلاثة قد حصلوا من قبل على حق اللجوء السياسي في سلطنة عمان. وأضاف أنه تم رفع القيود لمدة 6 أشهر إلى غاية 31 مايو من 2022، وهؤلاء الأشخاص لهم الحق في السفر لأغراض إنسانية خلال الفترة المحددة، ويتم تقديم إعفاء من حظر السفر لأسباب إنسانية بشرط أن يقدم الأشخاص المحددون معلومات عنهم قبل الرحلة بشهر وفي غضون شهر بعد الرحلة. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى السعودية اليوم لإجراء محادثات مباشرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليصبح أول زعيم غربي كبير يزور المملكة منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018. ومن المقرر أن يشارك وفد أعمال فرنسي يضم حوالي 100 شركة من بينها توتال إنرجيز وإيديف وتاليس وفيفاندي في منتدى استثماري خلال زيارة ماكرون. وفي حديث للصحفيين في دبي رفض ماكرون اتهامات بأنه يضفي الشرعية على ولي العهد، مضيفا أن الأزمات المتعددة والتي تواجهها المنطقة لا يمكن معالجتها بتجاهل المملكة.
قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان إنه لن يترشح للرئاسة حتى لو طلب منه ذلك، وإن مهمته تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية. وأوضح البرهان في مقابلة مع قناة تلفزيونية أن أبرز ما يعمل عليه حاليا هو تشكيل هيئة عليا للانتخابات. وقال البرهان إن رفع حالة الطوارئ في السودان مرتبط باجتماع مع الحكومة والتنسيق مع مجلس الأمن والدفاع. توقفت الجمعة جولة المحادثات بين إيران وأطراف دولية حول الاتفاق النووي دون إحراز أي تقدم كبير، فيما حمل مسؤولون أوروبيون وأمريكيون طهران مسؤولية فشلها. وقالت مصادر إخبارية إنه تم تأجيل المحادثات حتى الأسبوع المقبل. ختام هذا الموجز في أمان الله.